الحكومه دير الرتور الصحيح كيفاش كيبان لكم ان شاء الله؟ والحمد لله على هذه النتيجه ديال اليوم. بالنسبه لنا الشوط الاول سال هنا، كنا تنطمحوا انهم يتسجلش علينا هنايا ونحاولوا نسجلوا اكثر عدد من الاهداف. تمارك علينا، بقينا مامنين اننا غنسجلوا، ماركينا الهدف الثاني. نحاولوا ان شاء الله هذه المقابله هذه نساوها، نفكروا في الماتش اللي جاي. عندنا تقريبا واحد اليوم ديال الراحه، نحاولوا نرتاحوا فيه باش ان شاء الله نستعدوا بما يكفي الكفايه ان شاء الله في المقابله ديال العوده. وان شاء الله لماذا اننا نجيبوا الكاس من اللي ان شاء الله للجماهير اللي متعطشه ان شاء الله لهذا اللقب لاول عام تيكون فيه. تنتمنى نهديو لهم ان شاء الله.